بعدين اختنقت العاصمة بغداد بالنفايات، والتي وصلت إلى أن تنتج أكثر من 9 أطنان يومياً. أمانة بغداد تعيد تدوير النفايات بفكرة توليد الطاقة الكهربائية، طاقة عملت عليها أكثر البلدان المتقدمة. فهذا الحال يساعد بلد مثل العراق وهو يعاني من ضعف الكهرباء وتكدس النفايات. هكذا مشروع إذا قام الحكومة العراقية بإنجازه سيقدم خدمات كبيرة، أولاً توفير واستقرار الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى استقرار المشاريع الصغيرة والورش وكذلك توفير فرص العمل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية توفير طاقة كهربائية بأسعار رخيصة. ثالثاً الحفاظ على بيئة العراق وتحسينها من يؤدي إلى انتشار الزراعة وكذلك والحفاظ على الثروة المائية والثروة الحيوانية والنباتية في العراق. اقتصادياً قد يوفر هذا المشروع تشغيل اليد العاطلة، بالإضافة إلى أن يكون العمل ببيئة آمنة نظيفة بدلاً من استخدام المشتقات النفطية في توليد الطاقة، وهذا سيقلل من استيراد الغاز الإيراني والذي يكلف العراق مبالغ طائلة خاصة في فصل الصيف. بالحقيقة هذه المشاريع موجودة بالعالم، والعالم هو استثمرتها واستفادت من عدها تماماً، يعني مشاريع النفايات وتدوير الطاقة واستخدامها في كل المجالات. بس على الأمانة إذا عندها هيك أفكار وتريد تشتغل بها الموضوع هذا وبجدية، أن تأسس إلى شركة قطاع خاص، تسلم هذا المشروع إلى شركة قطاع خاص، لأنه الحكومة عجزت عن تنفيذ أي مشروع لأن مسائل الفساد بها كثيرة. أمانة بغداد تعمل على إقامة هذا المشروع والذي يضم حرقاً للنفايات، لكن هل سيتم إنجاز هذا المشروع بالاتفاق مع الشركات الأجنبية أم سيكون مجرد ادعاءات لإصلاح حال الكهرباء والخلاص من النفايات؟ من العاصمة بغداد، مهدي غريب، وان نيوز.